أهلا بكم. بعد إقرار الموازنة ملفان مفتوحان، الأول للتعيينات الإدارية والثاني لأموال سادر، فيما عدا ذلك هناك مسألة العمالة في ضوء ما حصل على الصعيد الفلسطيني، وتشير أوساط سياسية إلى أهمية وضرورة انعقاد مجلس الوزراء، إلا أن معالجة قضية حادث أبر شمون قضائيا تعيق ذلك. إلى ذلك ترددت معلومات إعلامية أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اتصل بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحضه على تفعيل وساطته فيما يتعلق بحادثة أبر شمون. هذا في الداخل، أما إقليميا فيعود مضيق هرمز إلى الواجهة بعد أن حذرت بريطانيا من عواقب خطيرة بعد توقيف إيران ناقلة للنفط. حث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إيران على التراجع عن التوقيف غير القانوني لناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج، وقال جيرمي هانت إن طهران ترى في ذلك تصرفا متبادلا، لكنه شدد على أن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة، محذرا أن الرد سيكون مدروسا لكن حاسما. يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه إيران لقطات للحظة احتجاز ستينا أمبيرو التي تحمل على متنها طاقما مؤلفا من 23 شخصا وكانت متجهة إلى المياه الإيرانية. وأعرب هانت عن خيبة أمله الشديدة خلال اتصال هاتفي بينه وبين نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وأخبر ظريف الوزير هانت بأن السفينة يجب أن تمر الآن بعملية قانونية وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، ويأتي ذلك بعد أن حذر هانت من أن إيران اختارت طريقا خطيرا وغير قانوني ومزعزع للاستقرار. وكانت الحكومة البريطانية أعربت عن قلقها الشديد بشأن احتجاز إيران غير المقبول لناقلة النفط، كما اجتمعت غرفة الطوارئ البريطانية مرتين يوم الجمعة لبحث الأزمة. ماذا تقول إيران؟ أعلن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمسكان مراد الله حفيفي أن سبب توقف ناقلة النفط البريطانية سينا أمبيرو هو تسببها في وقوع حوادث خلال عبورها مضيق هرمز، وأضاف أن الناقلة وخلال حركتها اصطدمت بسفينة صيد، فكان من الضروري بحث أسباب الحادث. وأردف: حاولت السفينة الاتصال بالناقلة ولكن لم تلقى ردا منها، وبحسب القوانين اتصلت السفينة بدائرة الموانئ في هرمسكان. وقال عفيفي: قمنا بإبلاغ القوات الأمنية والتي بدورها أوصلت الناقلة إلى ميناء بندر عباس للتحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه. وفي ردود الفعل أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن استدعت القائمة بالأعمال الإيراني في لندن، كما دعت فرنسا وألمانيا السبت السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحدث إلى نظيره التركي اليوم وعبر عن خيبة أمله بسبب حصول أنقرة على نظام صواريخ S-400 الدفاعي الروسي. وعارضت واشنطن شراء تركيا للنظام الدفاعي الصاروخي الروسي وهددت بفرض عقوبات على أنقرة، ومنذ ذلك الحين لم يتضح موقف الرئيس دونالد ترامب من تلك الخطوة. ومارس العديد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين ضغوطا على ترامب لفرض عقوبات على تركيا بسبب الصفقة. أهلا بكم من جديد. رأى البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في عظة ألقاها خلال قداس احتفالي بعيد مارلياس في خربة أنافار أنهم يتكلمون في المجلس النيابي والحكومة عن الفساد وكأنه فكرة بالمطلق، وغافلين عن أن الفساد يأتي من الإنسان الفاسد في أخلاقه، وأنه من خلاله يدخل الفساد إلى المؤسسات الدستورية والوزارات والإدارات العامة. بكل أسف أن العدالة في أغلب الأحيان هي ضحية التدخل السياسي وتدخل النافذين السياسيين في كثير من الحالات، حتى إن تدخلات بعضهم تعطل عمل المحاكم وتنفيذ قراراتها وأحكامها.
والبعض الآخر يعطل عمل الحكومة، كما هي الحال اليوم على إثر حادثة قبر شمون المؤسفة جدا. أنا نحن أيها الإخوة والأخوات من غيرة إيليا النبي في الدفاع عن العدالة. أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في احتفال لتكريم طلاب مؤسسة العرفان مواجهة التحديات بكل هدوء وتصميم، والعمل على الاستمرار في التطوير والبناء وتعزيز كل المجالات التي يمكن أن تسهل للطلاب والطالبات مزيدا من المعرفة والعلم. إيد عاليا وأعلام العقل وأعلام السلام في استقبال بطريرك السلام الكاردينال مارنوس الله بوتوس فاير. أليس هم شباب العرفان الذين أنشدوا سلام الشباب سلام الرجال، سلام الرفاق رفاق القتال، هتافا يردد صوت البنين ليبقى ويرقى ويحيى كمال. وفينا تسير دماء الجدود، فداء سنمضي بلحن الصمود، والشعب المعلم شعب عريق ينادي بذكر الشهيد الرفيق. وطلاب نشئ وجيل جديد، قسمنا يمينا بأن لا نحيد، سنمضي وحتما بدرب الشهيد، حياة الإباء وإلا الزوال. غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال رسلان عبر حسابه على تويتر قائلا أن التذاكي مرفوض ودم الناس ليس سلعة للتجارة، كاد أن يقتل وزير أو اثنان أو ثلاثة بقرار سياسي خطير بأبعاده كافة، ووزعت المكافآت المالية على المرتكبين، ووزير هو متهم مباشر بإدارة ما حدث. وأضاف لن أطيل بل أدعو رئيس الحكومة لتحمل مسؤولياته كرئيس الوزراء لبنان، وإلا سيتهم بأنه شريك بتغطية ما حصل، والحريص على دم أبيه الشهيد يجب أن يكون حريصا على دم الناس الأبرياء ووزرائه إذا كان يحترم موقعه كرئيس الحكومة، ليس في الشكل فقط بل بالمضمون. وختم بالقول فلنذهب إلى مجلس الوزراء جميعا ونصوت على إحالة قضية الاغتيال إلى المجلس العدلي احتراما لدم الشهداء واحتراما لمجلس الوزراء كمؤسسة، ومن يعتقد حضورنا في المجلس الوزراء سيكون نزهة للتذاكي على مطلوبنا العادل والمحق فليخيد بغير هذه الفلة. النائب إدغار ترابلسي أكد أن المطلوبة جلسة لمجلس الوزراء لتسيير أمور الناس، مشيرا إلى أن موازنة 2020 ستتضمن المزيد من الإصلاحات. تقوم بإجراءات إنقاذية تضل في استمرارية لمعاشات التقاعد ولمعاشات الموظفين ولهالدولة. بعرف أنه في أشياء أكثر مطلوبة بالموازنة القادمة، ونحطت الأمور على السكة بجهد لجنة المال ورئيسها الأستاذ إبراهيم كنعان وكل الكتل النيابية في توافق، ورح بيصير بالأشهر القادمة القليلة للموازنة تبع 2020 رح يكون كتير كبير. يعني سمعنا الحديث الإعلامي الذي يقول أنه الرئيس الحريري كان مستاء جدا مبارح. هالشي حصل نعم صحيح، لأنه كان في قصة 5000 موظف بأجيرو، هذه المؤسسة يعني واضح اللي صار، فمطلوب حل. والرئيس بري بحكمته حنكته عرف كيف أخذ الموضوع بالموازنة لمكان، ولكن هذا الموضوع هلا محطوط على طاولة لجنة المال وفي أجهزة قضائية وغيره سينظر في هذا الموضوع في القريب العاجل. طب هل انتهت تداعيات حادثة قبر شمون؟ يعني رح نشوف جلسة كتكتل لبنان القوي عم بسألك، يعني هل سنشهد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل؟ نأمل ذلك، ليش ما بده يكون في جلسة يفصل القضية القضائية والعدلية عن القضية الوزارية وعن الشغل، لازم نسيسر البلد والبلد يشتغل، ما بيصير البلد يوقف. لليوم الثاني يواصل وزير المهجرين جولته على قرى وبلدات البقاع الشمالي، ويؤكد أنه في عهد الرئيس ميشيل عون سيأخذ كوذي حقه. سلسلة مواقف أطلقها وزير المهجرين غسان عطلة خلال جولته لليوم الثاني على بلدات البقاع الشمالي، فمن رأس بعلبك أكد أنه في عهد الرئيس عون سيأخذ كل ذي حق حقه، مشددا على العمل لإنجاز الخطة وإقفال الوزارة.
وإذ أوضح أن هناك من يستلذ بعرقلة السعي لتأمين حقوق المهجرين، قال عطلة: نحن لسنا دعاة حرب، لكن إذا كان هناك في الهيكل تجار نعرف جيدا كيف نطردهم منه. أنا كوزارة مهجرين ما بعرف ليش من 30 سنة كانوا معتقدين انه الوزارة لازم تشتغل بمكان واحد بس، مع انه النص واضح ما في جدل، اي مهجر من ارضه على كافة الاراضي اللبنانية خلال فترة الحرب هودي مسؤولية وزارة المهجرين، وهودي ملفات موجودة بالوزارة من سنة 93-94 لابناء هيدي المناطق وابناء صغرتها وابناء عكار. يمكن لانه ما كان فينا نعطي الناس تنكسبهم بالسياسة غير شوية ملفات، ما كان عنا لا استراتيجية ولا مصداقية ولا فكر نقدر نكسب فيه الناس. هيدا ملف وطني، هيدا مش ملف تنستعمل فيه الناس قبل الانتخابات لأصوات انتخابية، هيدا ملف انساني، هودي حقوق ناس، هودي ما إلنا حق نحنا نتصرف فيهم بالطريقة اللي تصرفت فيهم الدولة على مدار 27 سنة. وكان عطلة قد استهل زيارته لبلدات البقاع الشمالي بزيارة بلدة شعث، كما زار كل من دورس ومجدلون، وتفقد في حوش برد الأبنية التي ما زالت متضررة، والتقى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وصفا خلال اللقاء مشهد الأمن في بعلبك الهرمل بالرائع، معلنا البدء قريبا بدفع التعويضات لأهالي المنطقة. عطل زار كذلك مطرانية الدير الأحمر، مؤكدا من هناك أن العمل في وزارة المهجرين لا يجب أن يكون بالسياسة، قائلا: أنا لن أعمل باستنسابية. الوزير ندى البستاني جال جنوبا وأعلنت أنه سيكون لصيدا محطة تحويل من التوتر العالي للتوتر المتوسط لزيادة التغذية. وزيرة الطاقة ندى البستاني راعت افتتاح منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا بمشاركة نواب المنطقة وفاعليتها. النائبة بهية الحريري أوضحت أن هذا المنتدى يجسد نهجا جديدا في كيفية متابعة القضايا الإنمائية في صيدا والجوار على أساس فهم دقيق لواقع كل قطاع، وذلك بالتعاون مع بلدية صيدا والوزارات والإدارات المختصة. إن هذه التجربة تعتبر بداية زمن جديد يقوم على اعتماد المنهج العلمي والواقعي وتعميم الوعي على كافة أطياف المدينة وجوارها وتكوناتها، وسيكون لدينا في كل مجال آليات متابعة دائمة ومتكاملة للمشاريع والتحديات. وتأتي هذه المنتديات بعد أن وضعت صيدا استراتيجيتها الإنمائية المتكاملة. عم تشتغل المؤسسة، مؤسسة مياه الجنوب، على حصر واستثمار ينابيع جديدة رح بتخفف اعتمادنا على هالأبار وتأمن كميات من الماء تكفي حاجة المدينة. بموضوع الكهرباء يعني كمان رح اترك للنقاش، بس سريعا وهون كمان من مدينته بتشكر مرة جديدة دولة رئيس الحكومة يلي دعمني بتحديث ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ويلي كل يوم عم بيتابع معي يوميا تفاصيل تنفيذ هالخطة. هلا لنختصر شو اللي خصه بصيدا او ممكن تستفيد منه صيدا، نحن عم نعمل معمل جديد بالزهراني مثل ما بتعرفوا، واكيد يعني بتقوى التغذية لصيدا، وتم انشاء كمان ولازم ندشنها تم انشاء محطة تحويل رئيسية من التوتر العالي 220 كيلو فولت بصيدا. هول كلهم محاور أساسية عم نشتغل عليها. الوزيرة البستاني تحدثت عن المحاور الأساسية في قطاعات الطاقة والمياه التي تعمل عليها الوزارة في صيدا. ختام النشرة، تصبحون على خير.